بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع. مستر حامد البيومي يرحب بكم في حلقات الترم الثاني ومدرس الكام الدرس الرابع. خدنا قبل كده حلقتين، خدنا فيهم الدرس الأول الكسور، وخدنا في الدرس الثاني والثالث معنى الكسور العشرية، والنهاردة معدنا مع الدرس الرابع المسمى بعنوان مقارنة وترتيب الكسور والأعداد العشرية. إيه محتويات الدرس؟ تعالوا نشوف مع بعض محتويات الدرس. أول حاجة هندرسها إزاي يا أولاد نجيب الأعداد المحصورة بين عددين صحيحين، عدد صحيح وعدد صحيح والاتنين متتاليين، وعايز الأعداد العشرية اللي موجودة بينهم. بعد كده سؤال قريب من نفس السؤال، إزاي نجيب الأعداد المحصورة بين عددين بس عددين إيه؟ عشريين، ده عدد عشري وده عدد عشري، وإزاي نجيب الأعداد العشرية المحصورة بينهم. تالت حاجة هناخدها مقارنة الأعداد العشرية والكسور العشرية. ويعني إيه مقارنة؟ يعني وضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي بين كسرين عشريين أو عددين عشريين أو واحد من ده وواحد من ده. آخر حاجة في الدرس هنعرف يعني إزاي نرتب الكسور العشرية والأعداد العشرية، وهناخد النوعين الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي. يا رب يكون درس سهل وحلقة سهلة إن شاء الله، ويلا مع بعض من ضيعش وقت. الدرس اللي معانا يا أولاد هو الدرس الرابع في الوحدة الأولى مقارنة وترتيب الكسور والأعداد العشرية. بعد ما عرفنا طبعا الفرق بين الكسر العادي والعشري وطريقة نطق ده وكتابة ده، تمام؟ تعالوا أول سؤال كمقدمة للدرس بيقول لي إيه؟ أكتب الأعداد العشرية اللي بين 17 صحيح و 18 صحيح. يجي ولد يقول إزاي؟ ده 17 بعدها 18، مفيش بينهم أعداد صحيحة. أقول له مفيش بينهم أعداد صحيحة، ولكن في بينهم أعداد عشرية بعلامات عشرية ومحتوي على كسر عشري. طب اجيبها ازاي يا مستر؟ تعال اما اقول لك طريقة سهلة تسهل لنا الاجابة. شايف ال 17 اللي مكتوبة في الاول دي؟ قال لي اه. اقول له هنكتبها بالشكل ده، 17 و حط صفر هنا. يقول لي طب دي غيرت من قيمتها. اقول له لا، دي 17 صحيح ودي 17 وزيرو، هي اياها، ولكن انا غيرت شكلها لكن ما جيتش جنب قيمتها. طب ودي فايدتها ايه؟ دي سليمه لينا عشان نجاوب بسهوله. طب نعمل نفس الكلام مع ال 18، هنكتب ال 18 بعيد في العدد الصحيح ونعمل وزيرو. الاثنين دول انا بسميهم سليمه، ليه؟ عشان نسهل الحل. طب انا عايز الاعداد اللي بينهم، نبتدي نزود على مين؟ على الصفر اللي انا حطيته في المقدمه، 17 وزيرو. يبقى مين اول عدد بعدها؟ 17 صحيح وواحد من عشرة. طب كمل، 17 صحيح واثنين من عشرة. كمل كمان، 17 صحيح وثلاثة من عشرة. طب انا عايز اوصل لاخر عدد، 17 واربعة من عشرة. 17 صحيح ها وخمسة من عشرة. عرفت الطريقة، 17 صحيح وستة من عشرة. سمع ولد بيقول دي بتزيد واحد، اقول له غلط، ما اسمهاش واحد، اسمها واحد من عشرة، لان البيت اللي بيتغير اللي هو ده بيت الجزء من عشرة. واحد اه نطقا لكن قيمة واحد من عشرة. كمل كمان معايا، 17 صحيح وسبعة من عشرة. 17 صحيح وثمانية من عشرة. اخرنا مين؟ 17 صحيح وتسعة من عشرة. ده لو انا عايز اوصل بزيادة خانة واحدة في الجزء منين؟ من عشرة. تعالوا نشوف سؤال تاني بيقول لي اكتب الاعداد العشرية اللي بين مين؟ 15 صحيح وواحد من عشرة، 15 صحيح واثنين من عشرة. الله، الفرق بين السؤال ده يا ولاد والسؤال اللي فات؟ السؤال اللي فات كان صحيح وصحيح، امال ده ايه؟ ده عدد عشري وعدد عشري. طب عايزين وسيلة برضو تسهل لنا الموضوع. يا مستر ده ال 15 هي ال 15، تمام ال 15 هي ال 15. يا مستر ده الواحد بعده اتنين، انا مش عارف اجيب اللي بينهم. اقول له اعمل التوسعة. التوسعة دي تتعمل ازاي؟ حط صفر هنا وحط صفر هنا، دي السلمة بتاعتك، دي اللي هتسهل لك الإجابة. كده وسعت الفجوة ووسعت المسافة، بدل ما كان واحد واثنين بقت عشرة وعشرين من مية، فبقى عندي متسع من الأرقام والأعداد أقدر أكتبها. تعال نعتبر الصفر ده سلمة لينا نطلع عليها. يقرأ كم الأولاني بعد التعديل؟ 15 صحيح وعشرة من مية. طب اللي عليه الدور بعده؟ 15 صحيح وبعد العشرة 11 من مية. 15 صحيح، امشي بقى على نفس النهج والاسلوب، و12 من 100. 15 صحيح و13 من 100. كمل واقرا، 15 و14 من 100. 15 ها و15 من 100. هنشوف هنوصل لحد فين، 15 و16 من 100 وهكذا.
أزود بنفس الأسلوب ونفس النهج 15 و18 من 100. طب مين شاطر يقول لي الواحد اللي شكلا بيزيد هل اسمه واحد؟ لا ما اسموش واحد. أمال اسمه ايه شطار؟ واحد من 100، لأنه بيزيد في خانة مين؟ الجزء من 100. السؤال اللي بعده يا ولاد مرتبط على درس مين؟ مقارنة القصور والأعداد العشرية، وخدناها في القصور العادية، يعني ضع علامة أكبر من وأصغر من. طب مين أول عدد معانا؟ 5 صحيح وواحد من 10. طب والتاني؟ 4 صحيح وثلاثة من 10. طب أعمل إيه يا مستر عشان نعرف الإجابة بسهولة؟ أقول لك بص على الشمال الأول، ده الجنيهات، ده معاه كام جنيه وده معاه كام جنيه؟ سامع ولد بيقول ده معاه 5 وده معاه 4، أقول له خلاص انتهت، يبقى ده الكبير، اللي على اليمين ده علامة أكبر من. طب يا مستر إحنا ما بصيناش لبقية الكسر، الواحد من 10 والتلاتة من 10، أنا شايف التلاتة من 10 أكبر، أقول له طالما الصحيح اللي على الشمال وجدنا واحد أكبر من التاني انتهت المسألة. تعال نشوف واحدة تانية، اللي بعدها معاكي كام في الجنيهات؟ 53، وانت معاكي كام؟ 49، اقول له المسألة انتهت، يبقى دي اكبر. اللي بعدها معاكي كام في الجنيهات؟ 17 صحيح، والجنب التاني معاه كام؟ 9 جنيه، يبقى ال 17 هي الاكبر. تعال نشوف اللي بعدها، ها معاكي كام في الجنيهات؟ 508، وديا 436، يبقى ال 500 هي و8 هي الاكبر. طالما وجد صحيح اكبر من صحيح خلصت المسألة، القصر العشري ملوش قيمة. تعال نشوف اللي بعدها، لاحظت ايه؟ يقول لي الكسر العدد الصحيح اللي هنا ده زيرو واللي هنا زيرو، الاتنين متعادلين في الصحيح، اقول له طب تعال نبص للكسر العشري ده كام؟ يقول لي 6 من 10، وده كام؟ 26 من 100. خدت بالك من حاجة؟ النطق اختلف، الاولى من 10 التانية من 100. هنا لابد وحتما ان انا اوزن المسألة. ازاي؟ ماتش كورة وماتش كورة لازم الفرقتين يكونوا 11 قصاد 11، دي رقم عشري واحد انما دي رقمين عشريين، يبقى نوزن المسألة بايه؟ بوضع صفر. بوضع ايه يا ولاد؟ بوضع صفر. يبقى هنا تقرأ كم؟ 60 من 100، والتانية 26 من 100. النطق بقى متحد وموحد، مين الاكبر في القيمة؟ الستين اكبر من 26، يبقى دي الاكبر. نشوف مثال اخر، يلا نشوف، دي تنطق ايه؟ 5 من 10، ودي تنطق 5 من 100. الولد اللي بص على الصحيح لقى هنا زيرو وهنا زيرو، لكن في النطق اختلف، يقول لي يا مستر هنوزن المسألة، حط صفر. تقرأ كم على اليمين؟ 50 من 100، تقرأ كم على الشمال؟ 5 من 100، يبقى ال 50 من 100 هي الأكبر. نشوف مثال آخر، السؤال اللي بعده يا ولاد، هنبص للصحيح زي ما اتفقنا، هنا زيرو وهنا زيرو، طب دي تنطق إيه؟ 40 من 100، ودي 4 من 100، موزونة ولا مش موزونة؟ موزونة، مين الأكبر؟ دي 40، دي 4، يبقى مين الأكبر؟ ال 40 طبعًا. تعال نشوف اللي بعدها، الصحيح كم هنا يا ولاد؟ 17، والصحيح كام؟ 17، تعادل، لكن في الكسر العشري دي 200 من 1000، دي 2 من 10، دي اتنطقت من 1000 ودي اتنطقت من 10، نيجي للصغير ده ونوزنه بايه؟ بصفرين، لاحظنا ايه؟ ان الاتنين بقوا شبه بعض تماما، يبقى دي علامة ايه شطار؟ علامة يساوي، وزن المسألة بيفرق في الإجابة. مقارنة القصور والأعداد العشرية أيضا، تعال نكمل ونشوف، الصحيح كام؟ 28، وهنا 2، خلاص، يبقى مين الأكبر؟ الـ 28، نهمل الكسر تماما، تعال للي بعدها، معاها صحيح كام؟ 5، ودي صحيح كام؟ 5، تعادل، لكن دي 6 من 10، دي 60 من 100، نوزن بصفر عشان يبقى رقمين قصاد رقمين، لقيتهم متشابهين، يبقى علامة يساوي، نشوف اللي بعدها، دي 3 جنيه ودي 3 جنيه، تعادل، لكن دي رقمين ودي رقم، نحط هنا مين؟ صفر، مين الأكبر في الحالة دي؟ أيوه الـ 20 من 100 أكبر من الـ 14 من 100، نشوف اللي بعدها، الصحيح بتاعها 0، الصحيح بتاعها 1، يبقى الجنيه أكبر من الصفر، يبقى انتهت ونهمل الكسر، ديًا نعمل ايه؟ نبص للصحيح 0 0، لكن دي 3 ارقام عشرية وده رقم عشري واحد، نوزن بايه؟ بصفرين، مين الاكبر؟ مين؟ ايوه اللي على الشمال، ليه؟ لان دي تنطق 700 من 1000 انما دي تنطق 7 من 1000. نشوف اللي بعدها 0 0، رقمين عشريين، رقمين عشريين متعادلين في الصحيح وموزونين في الكسر، لكن دي تنطق 14، دي تنطق 41، يبقى ال 41 هي الاكبر. اللي بعدها
بعدها 00، دول 3 أرقام عشرية، ده رقم عشري واحد، اوزن بصفرين، الله ده شبه بعض، يبقى علامة يساوي. نبص اللي بعدها، دي معاها 2 جنيه، لكن دي معاها 7 جنيه، ال7 جنيه تكسب، هي الأكبر، والعلامة تفتح بقها ناحيتها. تعالى لسؤال، رتب القصور والأعداد العشرية. الترتيب لازم أعمل إيه يا أولاد؟ لازم بداية نوزن المسألة. نعمل إيه؟ نوزن المسألة وندور لو في عدد صحيح نعمل له علامة عشرية زي إخواته. تعالى نشوف مين اللي معاه عدد صحيح في ال4 أعداد؟ ال58. نقوم نيجي عندها ونعمل لها علامة عشرية. طب تعالى نشوف كده القصور العشرية، ده رقم واحد لكن دول رقمين، وده رقم واحد، مين أعلى حاجة قابلتنا؟ الرقمين، يبقى نوزن المسألة، نيجي لديهم رقم وندي لها صفر، دي رقمين تمام، دي ندي لها صفرين زي إخواتها، دي ندي لها صفر، كده إحنا المسألة بقت جاهزة، فاضل مين؟ القراءة ثم الترتيب. طب عمو عايز ترتيب إيه؟ تنازلي، من الأكبر للأصغر، طب عيني وتركيزي وذهني عند مين؟ عند العدد الصحيح، تعال نشوف، دي معاها كم في الجنيهات؟ 5، ودي 5، ودي 58، ودي 8 جنيه، مين أعلاهم؟ ال58، يبقى دي نمرة كام؟ نمرة واحد. طب مين تاني واحدة؟ ال8 جنيه، نمرة 2. طب أنا عندي التالتة والرابعة، دي 5 جنيه ودي 5 جنيه، تعادل. نشوف اللي بعدها، 80 من 100، 8 من 100، طبعا ال80 هي الأكتر، يبقى دي نمرة كام؟ نمرة 3، ودي نمرة كام؟ نمرة 4. طب بعد ما رقمت نعمل إيه؟ نرتب مباشرة في الأماكن الخالية. مين اللي خد نمرة واحد؟ أهو، ولكن هنكتبه كام؟ هنكتبه على أصله القديم بتاع المسألة 58 قبل التعديل. في النمرة 2؟ أهو، يبقى نكتبه كام؟ 8 صحيح و5 من 10. نمرة 3؟ 5 صحيح و8 من 10. نمرة 4؟ 5 صحيح و8 من 100. لا راعي الخطوات اللي اتفقنا عليها، العدد الصحيح نديله علامة عشرية، ثم ميزان المسألة. نبص لدي، هل في عدد صحيح سادة؟ لا. نيجي للوزن، ها دي كم رقم؟ 10، 2، ده 1، دول 3، دول 2، مين أعلى حاجة قابلتنا؟ 3 أرقام عشرية، يبقى نيجي لأبو 2 ونديله صفر، نيجي لأبو 1 ونديله صفرين، نيجي لأبو 3 ومش هنديله حاجة، نيجي لأبو 2 ونديله صفر، كده كل الفرق بقت عدد لاعبتها متساوي. تعال نبص عيننا وتركيزنا على عدد الصحيح والجنيهات، 34، 34، 34، 31، مين أعلاهم؟ ال34 يا مستر، بس دي مكررة 3 مرات. نقرأ الجيران، الجيران اللي هنا 120 من 1000، 200 من 1000، 102 من 1000، مين أعلاهم؟ ال200، يبقى دي نمرة كام؟ نمرة 1. طب مين اللي وراها؟ ال120، يبقى دي نمرة 2. طب مين اللي وراها؟ ال102، نمرة 3. خلصنا من اللي معاه 34 جنيه، يبقى مين أقلهم؟ الرابع اللي معاه 31 جنيه. بعد ما رقمنا نرتب في الأماكن الخالية، مين اللي أخد نمرة 1؟ أخليه بكتابته الجديدة إن هي الأصلية من غير الإصفار. طب والتاني؟ 34 صحيح و12 من 100، التالت 34 صحيح و102 من 1، الرابع اللي كان معاه 31 جنيه بس 31 و24 من 100. سؤال المرة دي رتب، بس رتب تصاعدي. تعال نتفق على نفس الأسلوب اللي مشينا عليه، ده مع علامة عشرية وده مع علامة عشرية وده كمان، لكن بص لل 157، اشمعنى انت يا 157؟ كان ليه خليكي زي اخواتك، عملنا لها علامة. طب ده كم رقم؟ رقم واحد، ودي رقمين، طب ودي رقم، مين أعلى حاجة قابلتنا؟ الرقم، الرقمين، يبقى نعمل ايه هنا؟ صفرين، وهنا صفر، وهنا ملهاش، وهنا صفر، كده بقى كلهم متعادلين كعدد لاعبين وأرقام. تعال بقى نشوف الراجل عايز ترتيب تصاعدي، نبص للجنيهات اللي على الشمال، الأولاني 157 جنيه، 152، 152، 157، مين أصغر واحد فيهم؟ اللي معاه بعد ال 152 13 من 100، لأنها أصغر من ال 30 من 100، يبقى ده نمرة إيه؟ نمرة 1. جاره نمرة 2، دي 157 سادة معاش حاجة بعدها، يبقى هي دي نمرة كام؟ 3، لكن دي نمرة 4 لأنها معاها زيادة 10 من 100. بعد ما خلصنا، أيوة برافو عليك، ننقل في الأماكن الخالية، مين اللي أخد نمرة 1؟ 152 و
13 من 100. مين اللي أخذ نمرة 2؟ 152 و 3 من 10 بدون الإصفار. مين الثالث؟ 157. مين الرابع؟ 157 و1 من 10. ونشوف مثال آخر رتب تصاعدي وجايب لي القصور العشرية، كلهم قصور. ليه قصور؟ لأن مفيش عدد صحيح، 0000. نعمل إيه؟ نوزن المسألة. رقم 10 1، 3 أرقام، 3 أرقام، رقمين، من أعلاهم الثلاث أرقام، نيجي لده ونقول له خدي الهدية دي صفرين، ده مالكش عندنا هدايا، ولا ده له عندنا هدايا، ده له هدية مين؟ صفر. تعال نقرأهم كده قراءة مجردة من غير العلامة العشرية، ها عشان أسهل عليك النطق، بدل ما أقول لك من 1000، الأولى 300، الثانية 3، اللي بعدها 33، اللي بعدها 330، طبعًا كلهم من 1000، بس أنا عشان أسهل لك الحل في الترتيب. مين أصغرهم؟ أيوة مين؟ التلاتة من 1000، يبقى دي نمرة كام؟ نمرة 1. طب مين اللي بعدها؟ ها فكر وركز. أيوة 33 نمرة 2 من 1000. مين اللي بعدها؟ 300 من 1000 نمرة 3. طب مين أكبرهم؟ 330 تاخد نمرة 4. نكتب ونرتب على طول مباشرة في الأماكن الخالية، أدي الأول ودي مين؟ ودي الثاني 33 من 1000، ودي الثالث 3 من 10 من غير الإصفار، ودي الرابع 33 من 100 من غير الإصفار. امشي على الخطوات واتبع الأسلوب تلاقيها سهلة وبسيطة. رجعنا يا ولاد تاني بعد ما خلصنا عرض الدرس وعرض حلقتنا النهاردة، والدرس الرابع مقارنة وترتيب القصور والأعداد العشرية. شفنا قد إيه الموضوع بسيط، إزاي نجيب الأعداد المحصورة بين عددين صحيحين أو عددين عشريين، أو وضع علامة أكبر من وأصغر من أو يساوي، أو ترتيب القصور تصاعدي وتنازلي. عايزك تتفرج على الحلقة مرة تانية وتركز في أسئلتها عشان منها حاجات كتير بتيجي في الامتحان. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا شير أو لايك أو سبسكرايب، واشوفكم على خير في الدرس الخامس ان شاء الله.